الترجي التونسي والنادي الافريقي، وحكي على احباء النادي الافريقي والحمله اللي عملوها الاحباء للنادي نتاعهم في اقل من شهر. تم جمع مليار، أقل حتى من جمعتين، أقل من جمعتين. برافو لأحباء النادي الإفريقي. باش نحكيو أكثر على الحملة هذه مع العالمي وليد الزريبي ومع لاعب السابق للنادي الإفريقي أمير العكرود. دونك خليك الكلمة أمين هلال. دونك أنت حكيت على الجمهور وحتى اللي لبسوا ماريو الإفريقي ما ينساوهاش. يظهر لي واحد معانا من الملاعبية اللي عطاه للنادي الإفريقي وأكيد بقى يشوف بجميل متاع النادي الإفريقي، أمير العكرود. أمير مرحبا بك. مرحبا أخويا، مرحبا بكافة المستمعين ومرحبا بردونات. دونك أمير، هالفينومين نتاع جمهور الإفريقي عنده برشا، لكن الأيامات يظهر لي حكاية أخرى اللي قاعد صاير تو في النادي الإفريقي. والله يا نادي الإفريقي، المبادرة اللي عملوها الأحباء كانت ناجحة 100%، ورينا للناس الكل، ورينا للجماهير العريضة متاع تونس والفرق الكل اللي جمهور النادي الافريقي ديما وفي النادي وفي الشعار متاعه. معناتها المبادرة كانت طيبة من في مهدي الغربي، وتوقفت المبادرة والحملة هذه، وان شاء الله المقاومة مستمرة، وان شاء الله ربي وفقنا ونخرجوا النادي الافريقي من الازمة متاعه هذه. ان شاء الله هذا اللي يتمناه بتبيعه جمهور نادي الافريقي كله، حتى الجماهير التونسيه. يظهر لي نادي الافريقي حاجه اكبر من برشا ناس تخصي بروحها اللي هي تقف عليها النادي الافريقي. والله كما قلت لك، النادي الافريقي ماهيش مسؤولين، ماهيش ملاعبيه، ماهيش نادي الافريقي 99 سنه من المقاومه، 99 سنه من محبه الناس. معناتها تفرج انت، معناتها الاجيال اللي طالعه تو اللي من الثورة وانت طالع، معناتها الجيل طالع معيك. تبارك الله جمهور كل منيش قاعدين نسمعوا، فمش غيزون. يبقى معنا، يبقى معنا أمير العكرود، خاطر زاد معنا الإعلامي وليد الزريبي، واحد من محبي النادي الإفريقي. وليد مرحبا بك. مرحبا بك علي وكل المستمعين. امين معاك يا وليد. انا معاك امين وعلي. امين وتحياتي لعلي. ايوه علي وسليم ومروه. تحياتك المروه زيد. سليم ومروه زيد. وليد كما قلت الامير العكروت، يظهر لي ظاهره جمهور النادي الافريقي هي ظاهره من قبل، والناس حكيت عليها قبل. كل ما النادي الافريقي يخسر كل ما جمهوره يزيد، كل ما النتائج تكون خايبه كل ما جمهوره يزيد، لكن اللي صاير المره هذه حاجه استثنائيه يظهر لي. شوف انا نتحدث حتى على النادي الافريقي بطريقتي الخاصه، لانه اللي ما يعرفش ان الافريقي راهو امتداد للملعب الافريقي اللي تاسس منذ 1915 بدايه التاسيس. التاريخ هذا صنعوه رجال، جيل ربما الاجيال هذه ما تعرفش احمد الضحاك، وما تعرفش جمال الدين بوسنينه والزغلامي والبشير المصطفى وحسن النويسري. انا اعتبر ان النادي الافريقي خط ثوري كامل، كان يناضل ضد الاستعمار الفتره هذيك. والافريقي تو الناس كل تعرف انه مش فقط فريق رياضي، بالنسبة لنا هو جمعية ثقافية وفكرية واجتماعية، هو احتياطي مجتمعي وبشري وعاطفي. نجم نقوله أنه يقدر يبني أنظمة، ويقدر أيضا يطيح حكومات. النادي الإفريقي بالنسبة لنا هو شعب وليس جمهور، هذاك علاش احنا نفرقوا بين جمهور الكرة وبين شعب الإفريقي. بالنسبة لنا هو روح المقاومة. اللي يؤلمني اليوم أنه النادي الإفريقي ضحية الخذلان واللامبالاة والخيانة، وضحية حتى الصراعات بين رؤوس أموال مشبوهة ونخبة من السياسيين أنا نحب نسميهم المرتزقة. لما واحد يحدثني عن الإفريقي تقول لي الفوضى الخسارة، نحدثك أنا على الفوضى، نحدثك على الفوضى الجميلة اللي عايشينها نحن كجمهور الإفريقي، واللي عايشها جمهور الإفريقي كله جيل ورجيل. الفوضى هي أصلا فوضى الطبيعة البشرية المتقلبة، لا أفراح دائمة ولا أحزان دائمة، تماش ربح مؤبد، تماش خسارة مؤبدة. حب نقول أنه الإفريقي ليس دولة، يعني الدولة والدول تاريخ القريب يخبرنا أن الدول مصيرها إلى زوال. بالنسبة لنا الإفريقي مشروع حضاري كامل ومتكامل ومتماسك بالفوضى الجميلة، بالخسارات، بالخذلان، بالمرارة، بالديون، بالنقاط المسحوبة، باللعب بدون جمهور، بالفيراج، بالمطراك، بالعصا، بالإيقافات، بالبونتوات، بالخسارات، بالثمانية اللي قبلناهم، بالأهداف اللي ماركيناها، بالبكي اللي بكيناه. النادي الإفريقي هو كله هذايا. احنا وليد وليد زاد بالأجيال اللي تعديت عليه، وخليني باش نرجع فيس على أمير العكروت ونرجع لك وليد نخلي لك الكلمة. أمير العكروت اللي مانيش باش نقول ما لبسش برشا ماريو الكلوب، قداش لعبت أمير في الكلوب؟
خويا لعبت 3 سنين في الكلوب وفيهم 7 شهور معناتها نطيش في كينيك فهمت ولا معناتها انا من قبل ملي انا صغير كنت نعشق حاجه اسمها جمهور النادي الافريقي كيفاش بدات البدايه انا صفاقسي ونتشرف اللي انا صفاقسي ونتشرف اللي ببلادي ملا انا ولد نادي الافريقي الحديث صفاقسي مريت على الملعب التونسي وعند افضل كبير عليا الملعب التونسي ما نبداش ولو نادي الافريقي الحديث صفاقسي ملا لما دخلت للبارك وترانيت غادي وعشت مع الجمهور وزيد كي شفت الجمهور وقت الضربة متاعي كرتوش على الصورة ما قيت مسؤول كنت نمر 1 في المهاجمين كان تليفوني ينقض لأن كانوا مشاورين المسؤولين على الماتشوات كانوا يحكيوا معايا معناتها تعرفك الدواليب متاع كرة القدم خفية كبيرة لما معناتها تضربت بكرتوشة أنا نحب نقولها أنا بدي لحيه وموت جاتني شاريتي 600 لاني قولها توا حتى في الديريك فهمت جاتني شاريتي نقصة منها 500 جاوا لي مليون في شاريتي وانا في اللي نعرف قالوا شنو قالوا لي ورقة صفراء انا توجعت من المسؤولين توجعت برجة انا عندي برجة معناتها اسرار ما نحبش نحكيهم هذيك جمعيتي نحبها لازمني ندافع عليها امير انا علاش جبت لك على الحكاية هذه بالذات علاش جبت لك على الحكاية هذه بالذات خاطر عشت الاهمال من مسؤولي نادي الافريقي لكن بالرغم من هذا اليوم امير هو اللي عاون النادي الافريقي شوف انا عشت فترات ما مركيش فونتو يخرجوني في الجرائد يخرجوني في الاعلام يجيبوا لي الجمهور يسد فهمت يكملوا يحطموا لك امالك فهمت عاوز يشجعوك باش الماتش الجاي تمركي باش يحبزوك فهمت يخرجوك راس مع الجمهور ديما الطرف المعني المسؤول ديما ما يتمسش يعني نحكي انا بطلت الكوره وما تعني لي حد شيء تو لا نحب نشد بوست ولا نحب حد شيء انا ملي بطلت الكوره نلقى روحي نقص في تذكره ب 30 و 40 الف كل ماتش ما نزيد حتى واحد نمشي نتفرج كيما الناس الكل نشجع نعيط نصيح نسب فهمت ولا نفرح كي نربحوا ونحزن كي نخسروا فهمت هذه بادرة جاتني وحدي قاعد في قاوتي ستر الله مستور عليا نخدم حسيت فهمت حسيت بوجيعة حسيت قلت لازمني نعمل حاجة صدقني بالله نحكي أنا ومرتي قالت لي شعملت لك لوكلوت ما تحبش الكورة هي شعملت لك خرجتك من الباب الصغير ما عطوكش فلوسك مسامح في 180 مليون كي خرجت عبد 2 مليون في الرئيس الحالي هذي تو معناتها عندي 65 مليون بالنفاذ العاجل شيكات وسامحته وخديت 20 مليون يظهر لي وقتها وعملت له شيت خلاص معناتها هذيا حبا في جمعيتي ولا اكثر ولا اقل فهمت لا عمري شكيت بالكلوب ولا نخمم باش نحكي بها ولا نهار بالعكس انا كي نقص تذكره نحس روحي وفرت مدخول للنادي مانيش كيما الملاعبيه حتى الملاعب نتاع الكوره يجم يدخل بلاش ويجم يعمل كل شيء فهمت معناها كلمة الوفاء عند أمير العكروت شوية يظهر لي كلمة الوفاء شوية أنا حسيت في قوتي وحدي عملت فيديو سبورتاني ما نشوف العباد تبارك الله جات شفت محبة الناس كيفاش وريتني عملت فيديو أخرى ما زلت مع المقاومة أنا وليد ونهار السبت وحدي نتكفل أنا وليد نهار السبت نشوف نطلو على أمنا مريضة الخمسة نتاع العشية في الحديقة نتاعنا في البارك وش تكون احتفالات واستدعيت فيها الفنانين واستدعيت فيها الرياضيين اللي يحب يجي مرحبا به وش نكري وش فنو وش نعملو خبزة جاتو إن شاء الله تكون أكبر خبزة جاتو إن شاء الله اللي يتبصرينك معناتها يتبناو الفكرة نتاعي ونعملوا احتفالات يا أخويا صغار كبار نساء رجال عاوز يمشي يعمل قهوة ولا يمشي يسمي سوار نجيب خويا في وسط باركنا نحتفلوا ب 99 سنة ونزيد ندعمه كل قدير وقدره وكل قدير وقدره يدفع الكتب من ربي تو نعملوا صندوق كبير ويتعداوا بالصف ونحتفلوا ونعملوا كراكاز ونشعلوا فلامات ونغنيوا وتكون مبادرة طيبة مني أنا للجماهير باش العباد بكبارات النادي نحبوا نمسوهم يزي اكليتو وشربتو وعملتو شركات وتمشيو باسمكم في الشارع ما تخلطوش في اداءاتكم انا عندي قهوه نخلص في كاس كورتوريتي على سوق يعني اللي عنده شركات فهمت ولا انا عندي قهوه نخلص في 500 الف كل شهر اللي عنده شركه بمليار معناتها شوف عاوز يخلص
عاود يخلص مليار في العام يخلص 100 مليون معناتها ودي ماشي انا نعرفها الكل معناتها السكتور كامل نتاع المسؤولين ونتاع المحبين ونتاع خدماء النادي وشكون يحب الجماهير تقربوا وشكون يظهر في الاعلام وقت اللي فما اعلام وشكون انا مشيت نلقى اسال في لطفي الجلماني معناتها من المحبين نتاع النادي الافريقي وقت مشيت معاهم في قدماء اللاعبين نمشيو للكريب ونمشيو للقرق معناها مشيت معاهم امير يظهر لي امير خاطر مازال معانا وليد يظهر لي ما خليت شيء الوليد يظهر لي درس في الوفاء بالحق انا عايش كم لاعبي عايش مع المسؤولين وعايش معناتها حتى كي بطلت الكوره انا البعيد القريب ما نحبش نقرب للاداره ما نحبش نقرب معناتها انا ديما نشجع وديما نحب نقرب بين المسؤولين بين اللاعبين يودي عنا شعار برك بين الجروبات عنا شعار برك اسمه النادي الافريقي هذاك اللي تجمعنا بيه لازمنا نحبوها لازمنا كي نقعدوا في قهوه نبداو نحكيو بوزيتيفمون نبداو فرحانين انا واحد من الناس ماذا بيا كان عندي فلوس والله انا نتفحم وحدي الفلوس ما الكلام سهل الفعل صعيب لازمنا نفعلوا انا عملت اليوم فيديو ومن المنبر من الراديو نتاعكم يا خويا نهار السبت ابتداء من 5 نتاع العشيه نجيو نطلوا على امنا راهي مريضه ومستحقتنا وقت الجروبات الكل الناس الكل يا خويا يجيو نعملوا قهوه واضح وانا نتصور صوتك نتصور صوتك وصل ونتصور جمهور الكلوب ماهوش باش يبخل بحتى مليم في سبيل انه النادي الافريقي يرجع للاشعاع نتاعو، النادي الافريقي مازال بالاشعاع نتاعو لكن يخرج من الضيقه الماليه هذيا. امير العكروت مشكور برشا بالحق، واحد كي يسمع كي يظهر لي لحمه يشوك بالحق خاطر بالحق كلام من الصميم. وليد خليلك ما تحكي امير ولا ايه كيفاش؟ خليلك امير ما تحكي ولا ديما عنا ما نحكوا عنا الافريقي ديما احنا قلب واحد وكلمه واحده وصوت واحد ونكملوا بعضنا. فقط ندائي قبل ما نعمل نداء احنا المفروض نكونوا محايدين يعني نشتغلوا في مجال الاعلام، لكن بالنسبه لي لا حياد مع النادي الافريقي هذا موضوع حاسم فيه يعني في السلم والحرب يعني مش موضوع نقاش بالنسبه لي. رسالتي وما عندناش مزيه زاده وما نحبش حتى واحد يشكرني يعني. انا نحب لو نقصر نتسب خاطر ذاك هو واجبي لا اكثر ولا اقل، ولازم معناها الناس الكل نبقوا نكونوا يد واحده. جمهوري ندائي الجمهور النادي الافريقي الغالي انه احنا صحيح عملنا ريكور عملنا رقم قياسي دخلنا التاريخ لمينا مليار في 10 ايام وقفنا مع جمعيتنا راهو كل شيء يفوت ما يبقى حتى شيء، بعد ترجع الجمعيه ويرجع الربح ويرجعوا لتيتر تبدا انت قاعد في الدار تفرج على القهوه تفرج على الماتش مركب وانت وتعيط تسال روحك وقتها الجمعيه هذه وقت كانت طايحه كانت مريضه أنا وقفت معاها عطيت دينار عطيت 10,000 قعدت في الدار مشيت معاها من الشارع عيطت عبرت حتى كان ما عنديش هذاك اللي مش يبقى في الاخر ما عادش يبقى حتى شيء والفلوس كل مش تخلص. فقط زاد ملاحظه اخيره كبارات النادي راهو الكلمه هذه راهو احنا وارثينها كلمه كبارات النادي. انا كل شيء نتناقش فيه في الدنيا في الفكر والعلوم ما نجيش الكلمه ناخذها مسلمه مستحيل ما فماش كبارات لانه ساعه ساهل اش معناها كبارات يقولوا كبارات على الناس اللي عندها فلوس راهو الفلوس ما تصنعش الرجال راهو يتكون توا مع النادي يا لا راهو انت ما بالنسبه لي انا ما فماش حتى كبير، كبير هو النادي فقط و بجمهوره طبعا. ايضا رسالتي الاخيره الى رئيس النادي الافريقي راهو نحن نخاطبوا فيك بطرق حضاريه على اساس انه احنا مجتمع متمدن حضاري عملنا ثوره سنوات الناس التقدم انتقال ديمقراطي راهو مش ناس احنا نحرقوا في رواحنا ونصبوا في ليسونس باش نكلموك. نتكلم فيك انسان مثقف ونعرف شنو نعمل يا سيدي يا استاذ راك انت كنت رئيس النادي الافريقي احنا كجمهور النادي الافريقي مستعد نجيب غدو نلملك انا اعطيني اسبوع نلملك مليون توقيع انك انت ما نحبوكش تكون رئيس النادي يا اخي سهله ياسر هي راهو النادي الافريقي ترجي الاطوال صفاقس جمعيات كبيره مصاريفها كبيره اللي شدوها معروف لازم يكون عنده فلوس ما عندكش فلوس مش هو تقول لي ما عندكش فلوس معناها انسان نقعد مع ذاك نقعد انا وياك نشربوا في كاستي قابلين بعضنا بالعكس لو تحب النادي تنسى حب وتخلي هو وليد لما حال الوقت يداهم فينا تشوف الحل انه في النادي الافريقي باش يبقى بالجمهور معناها زاد يلزم الكبارات بين قوسين الكبارات اللي عندها الفلوس يلزمها تتدخل زاد يا اخوي ما تدخلوش يا ودي كان الكلام كان الكذب يا اخوي احنا عندنا تو 15 يوم نحسها احنا الفريق في حاله حرب يعني حاله طوارئ
الآن كأن هذه الدولة على شفا حفرة من السقوط، اللي هو الشعب الإفريقي يتحدث. نحن شادين أرواحنا وحامين فريقنا، دفعنا مليار في 10 أيام، تعتبر هذا أمر سهل؟ هذا أمر صعب جدا على أي نادي في العالم. هل نجم يواصل جمهور الإفريقي في جمع الأموال هذه؟ يا أخوي احنا مش نواصل في جمع كل الأموال، مش نعطوا كل شيء، مش نعطلوا حياتي أمام نحكي وليد، أنا نحكي أمام القضايا المستعجلة اللي مع الفيفا. احنا في القضايا المستعجلة يا أخوي، احنا مدفعنا مليار في 10 أيام وما عندناش مليار توش ندفعوا في شهر آخر. يا أخوي خلي ينحونا نقاط، خلي يطيحونا للدرجة الثانية، نحن ندفع وندفع، يخرجوا علينا هما ويخلونا راس راس أنا وحدنا مع جمعيتنا، نحن ندفع ما نجمناش يا أخوي يطيح الدرجة الثانية ونحن نمشي نعبوا استاد ونصفقوا له ونروحوا فرحانين. أمورنا هذيك يا أخي واضح، شنو معناها تحب تعطيني الدواء معناها وتعطيني شرط يعني تبتمني بتسممني أنت انسحب. احنا توا عندنا توا تقريبا شهر ولا 15 يوم الجمهور فقط هو يحمي في نادي القلعة، هذه عبارة عن الحصن يعني احنا حامينا بأجسادنا وبأرواحنا. يا أخوي أمورنا ما كنت يعني شاد علينا تبقى أنت في النادي باش احنا ما نطيحوش وما نحوناش بوانات ويسألونا الفيفا؟ يا أخوي أنت خالي تسألنا الفيفا، خالي خطونا، خلي نحونا النقاط، يخلي طيحونا الدرجة الثانية. احنا قابلين، انت شنو دخلك انت؟ انت شخص واحنا ملايين، برش دارك والسلام عليكم، وكفى المؤمنين شر القتال. انتهى الموضوع. واضح دونك وليد اللمة كيفاش باش تكون معناها؟ اللمة متواصلة بالطبيعة. نهار السبت احنا عندنا في حديقة في البارك نتاع كلوب افريكا عندنا لمة، مش تكون فما حفلة كبيرة فيها برشا فنانين مش يقدموا يعني عروض هكا اغاني. المهم هي خاطر المسألة احتفالية أكثر وتعاونية مش مهرجان، باش نجيبوا الفنانين كلهم اللي يقولوا نحبوا نادي الإفريقي، عم نزلنا نصدقوهم أنهم يحبوا نادي الإفريقي. يجوا يغنوا يحضروا ويشوفهم الناس ويجيب الضيعة جمهور الإفريقي ومش نساهموا نواصلوا. اللي يدفع 10,000 توا أكيد راه ينجم يدفع دينار، اللي يدفع 200,000 ينجم يدبر لنا 20 دينار. النجم ونعملوا زاد صندوق في البارك هذيك مش نصبوا فيه الفلوس، نلموا 100,000 نسمى نلموا مليون، احنا مش نفرحوا مش نعملوا كراكاجنا ونتلموا ونشوف وش يخصنا. ونعطيك سكوب توا لك من توما انه احنا من يوم السبت ثم إمكانية كبيرة جدا للتصعيد، لأنه احنا البارح لما عملنا احتفال في حي النصر ولمينا فلوس وعملنا كراكاج وشعلت الدنيا واحتفلنا وأغاني الإفريقي المعروفة كلها، بعد مشينا إلى مقر قناة التاسعة. كان مش يصير غذيك اعتصام قدام قناة التاسعة يعني كان موجود اللي هو وليد بناتنا ما كانش مستحب برشا، معناه أنه معناه التهجم على رئيس النادي ردود فعل عاطفية نعرف أي معناه ضد العنف. نحن بالطبيعة ما تنجمش تحدد عاطفة إنسان مضرور موجوع يبكي ما تقول له انت جيب منه ولا جيب منه، نعرف لوجيع علي حسب جمهور الكلوب اما بتبيعه وليد نحن ضد العنف. معلومه واحده فقط اللي احنا بعد يعني عملنا فيديو قدام التاسعه حضاريين تكلمنا وغادرنا نهار السبت احتمال كبير جدا اذا من هنا نهار السبت عبد السلام اليونس عنده 3 أيام ما استقالش احنا مش نقعدوا نخيموا في الحديقه في البارك ليل مع نهار بيته غاديكا شهر يوم يومين لين يخرج عبد السلام اليونسي مش نخرجين من البارك. وبالطبيعه نحن ديما وليد كي نحكيه بطريقه حضاريه وسلميه اكيد هذه احتجاج اي معناه وذيل ما تسمي على الجماهير الرياضيه اون جينيرال في تونس جمهور نادي الافريقي بصفه خاصه. دونك الاحتفالات خليها هي اللي تطغى نهار السبت وتكون لما مزيانه ويكون احنا ديما محتفلين نحن ونشوفوا في الاحتفالات خاسرين احنا نحتفلوا اي ونشوفوا حتى في 99 سنين الاحتفالات في كل مناطق الجمهوريه معناها يا خويا ياسر احنا رانا فريق يحتفل بالهزيمه ويحتفل بالربح هو واضح احنا متجانسين مع رواحنا واضح. دونك وليد نهار السبت نعاود نذكر الخمسه نهار السبت الخمسه نتاع العشيه في البارك نتاع الكلوب في البارك نتاع النادي الافريقي باش يكون احتفال جمهور النادي الافريقي كله للحضور واضح العاصمه وخارج العاصمه واضح وليد مشكور. دونك وليد الزريبي زميلنا الاعلامي زاد امير العكروت اللاعب السابق بالنادي الافريقي ظهر لك تسمع هكا معناها حب كبير للنادي الافريقي اكيد وجمهور النادي الافريقي معروفين بحبهم الكبير امين للنادي الافريقي والله مؤثر جدا اللي كان يقول فيها من العكروت ولا وليد الزريبي مير العكروت انا اكثر كلمه بالحق اثرت فيا 6 ملايين قال لك انا مضروب بكرتوشه شهريتي 6 ملايين جابوا لي مليون قالوا له 5 ملايين هذيك خاطر ما حضرتش في لونتريمون مضروب بكرتوشه معناها بالحق تغيظك منه وتوا هو اللي عاون في النادي الافريقي معناها خليني نقول
كالوفاء الصحيح للجمعيه. شوفوا من الطينه نتاع الملعبيه هذو، مش كان امير، احنا اليوم خذينا امير العكروت كاكزامبل، فبرشا ملعبيه زاد مساهمين اكيد لعبوا لبسوا مريول الافريقي وعاونوا النادي الافريقي يعني. اما ديما النقطه الكبيره وين هم مسؤولين النادي الافريقي، بربي يتحركوا يعني. ونداء واحد اخر خويا راهو جمعيه كما كان يحكي سليم، سليم اساله هاو مكشخ في الدم، تنجم تعيش بلاش النادي الافريقي؟ مستحيل. اكيد لا اكيد لا، حتى حد ما نجم يعيش بلاش، باهي ما تنجمش تعيش بلاش بها كما هي، ما تنجمش تعيش بلاش الترجي زاد، بلاش الترجي ولا الفرق الاخرى، ولا الفرق الاخرى. نحكي على الريفاليتي كلوب اسبيرونس، انا بالطبيعه الفرق الاخرى كل ديما في سواسي، ما تنجمش، لا وجود للترجي بدون الافريقي، ولا وجود للافريقي بدون الترجي. به ما شاء الله.